السلام عليكم شباب أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا إن شاء الله هذا الفيديو غادي يكون استثنائي بعض الشيء. لماذا؟ لأنني قررت أنني ندردش معكم شي شوية، نهضروا أونصابل، خصوصا وانتم كتعرفوا الظرفية اللي كنعيشوها الآن واللي عندها علاقة بالإضرابات، توقف الدراسة وبزاف ديال الأمور. نخليكم معايا، غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج. تعرفوا جميعا حنا دابا في واحد الظروف اللي صراحة صعيبة بزاف، لا علينا حنا لا على الأساتذة لا على البلاد بأكملها. وبالتالي أنا كتلميذ شنو هو لو ستاتيو ديالي في هادشي كامل؟ بطبيعة الحال انا ما خصنيش ندخل راسي في هادشي. لماذا؟ لانها كتبقى امور سياسية اللي بعيدة عليا، واللي كيهمني انا هو المسار الدراسي. كما تتعرفوا ان صافي عن بون مومون كل قراية حبسات، ولكن واش حنا كتلاميذ كملنا؟ واش حبسنا حتى حنا؟ شنو درنا؟ بطبيعة الحال انا كتلميذ نجيب ما خصنيش نحبس. علاش؟ لان كتبقى امور كما قلت لكم بعيده علينا، ما يمكنش انا نبقى حادي وقتاش غادي يرجعوا الاساتذه، وقتاش غادي تحلوا المشاكل اللي ما بين الوزاره والاساتذه الى اخره. وبالتالي كيسكون بروبوز شنو كنقترحوا؟ كنقترحوا انك غادي تمشي تشتغل. علاش؟ لان المعلومه كتبقى موجوده، يعني يكفي بزر واحد او كليك واحد نلقى اي حاجه بغيتها. اي واحد كيعرف ان التلاميذ كل واحد فيكم عنده اساتذه مفضلين او تتبعهم سوغ يوتيوب على غير الاساتذه بطبيعه الحال المباشرين اللي كيشوفوا المدرسه. وبالتالي انت كتلميذ فيمكن لك تتبع مع هاد الاساتذه ديالك بدون اي اشكال. السؤال اللي كيتطرح صراحه هو استاذ انا باش غنعرف الدرس اللي وصلت ليه، باش غنعرف الدرس اللي خصني نقراه دابا اولا غدا اولا الاسبوع المقبل اولا الشهر الجاي. مساله بسيطه، هنالك ما يسمى بالهياكل السنويه، وهاد الهياكل السنويه هذه فهي كتوريك توزيع ديال الدروس خلال السنه. يعني انت يمكن لك تخدم راسك. حنا دابا مثلا في ديسمبر، شنو هو الدرس المقرر اللي خصو يكون في ديسمبر؟ يعني الدرس اللي خصك تكون طرقتي ليه مع الاستاذ ديالك في ديسمبر، يعني لكل ماده. يكفي ان تكون عندك هذه الهيكله هذه ودير واحد لا بلانيفيكاسيون اللي هي بطبيعه الحال ابدومادير، يعني اسبوعيه، وتخدم راسك. انت لا تحتاج لاي واحد باش انه هو يعاونك، وخصوصا كنتكلموا على الاقسام الاشهاديه. يعني انت في التلميذ في التاسع في البروميير باك ولا في الدوزيام باك، طبيعة الحال نتكلموا ايضا على التلاميذ ديال السادس الابتدائي، فيمكن لك تشتغل راسك. المعلومه راها موجوده، خدم راسك. انا كتلميذ من الاخر راه ما غاديش نبقى نتسنى، انا غادي نشتغل غادي نخدم صافي. بصراحه الفيديو ما بغيتش نكثر عليكم فيه بزاف، بغيت نعطيكم غير ليسونسييل. كما قلنا انا كتلميذ ما خصنيش نحبس، نقلب على المعلومه فيما كانت ونشتغل راسي، ننظم وقتي صافي. ننظم وقتي انا بالنسبه لي والله الا هذه زعما مناسبه وفرصة، خصوصا بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم تعثر في مجموعة ديال المواد، فهذه فرصة لك انك تتراطراب، يعني انك تستدرك كل ما فاتك. مجموعة ديال التلاميذ صراحة انا في تواصل معهم عبروا على واحد زعما واحد الاحساس اللي هو زوين. علاش؟ شافوها من الجانب اللي هو مزيان. قال لك اسيدي اودي حنا ما قريناش هذه الفترة هذه، وبالتالي صراحة عطاتنا فرصة أننا نستدركوا مجموعة من التعثرات اللي ركبناها خلال السنوات الماضية، والحمد لله حنا مستعدين الآن باش نرجعوا للقسم ديالنا. يعني ديما حنا نحاولوا نشوفوا الجانب المزيان من الأمور، ما نحبسوش. بطبيعة الحال كاينين تلاميذ اللي ما عجبهمش الحال، اللي صراحة إيزون فغيمون لاشي، قال لك حنا هادشي هذا راه ما خدامش، وهادشي هذا ما كاينش، وهادشي ما خصوش يكون، ولكن نحاولوا حنا نشوفوا الأمور من الجانب اللي هو مزيان باش يمكن لنا نأفونسيو، حيت سينو أون بوغا جامي أفونسي. صافي، اذا هذا فيما يخص هذا الشريط هذا، صراحه ما بغيتش نكثر بزاف. كنتمنى لكم حد موفق، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء.